أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم بهدايته وتوفيقه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: وهذا أوان ذكر الأصول المختلف فيها، إلى آخره. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأدلة المتفق عليها الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، شرع الآن في ذكر الأدلة المختلف فيها، فقال: وهذا أوان، أي وقت ذكر الأصول، أي الأدلة، الأصول هنا بمعنى الأدلة، الأصول المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. ثم بدأ بالاستصحاب فقال: فصل. الاستصحاب دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم، إلى آخره. الاستصحاب يعرف بأنه الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول، وهذا تعريف جيد لولا أنه لا يستوعب جميع أنواع الاستصحاب، حيث يخرج منه الاستصحاب المقلوب عند من يراه حجة. فلهذا لو يعرف الاستصحاب، ليدخل الاستصحاب المقلوب، أن يعرف بأن يقال: الحكم بإثبات أمر أو نفيه في زمان بناء على ثبوته أو انتفائه في زمان آخر. وحينئذ يدخل كل أنواع الاستصحاب في هذا التعريف. والاستصحاب قيل بأنه ليس دليلا في نفسه، لأنه مجرد استبقاء للدليل، وبعضهم يقول هو دليل، وهذا الذي مشى عليه الأكثرون ممن ذكره في كتب أصول الفقه، لأنهم يرون أن استبقاء الدليل في زمان ثان يعد هو في نفسه دليلا، فلهذا ذكروه من الأدلة. والاستصحاب أنواع، أهمها أولا استصحاب البراءة الأصلية، ويسمى أيضا استصحاب الإباحة العقلية، ويسمى أيضا استصحاب النفي الأصلي، وذلك مثل قولنا: لا تجب صلاة سادسة، يعني عدم وجوب صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر آخر غير شهر رمضان. والأدلة في ذلك هو الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، حيث إننا فتشنا أدلة الشرع فما وجدنا دليلا يوجب صوما غير شهر صوم رمضان، لم نجد دليلا يوجب صيام شهر آخر غير شهر رمضان، ولا دليلا يوجب صلاة سادسة في اليوم والليلة تكون من الصلوات المفروضة. فالدليل في مثل هذه المسائل استصحاب البراءة الأصلية. النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي إلى أن يوجد ما يغيره، مثل استصحاب العموم في اللفظ العام، نظل نستصحب العموم في الدليل العام إلى أن يوجد ما يغيره وهو المخصص، ومثل استصحابنا للمطلق إلى أن يوجد ما يقيده، ومثل استصحابنا للمحكم، الدليل المحكم، إلى أن يوجد ما يغيره وهو الناسخ. وهكذا يقال في كل دليل أو دلالة شرعية. النوع الثالث
استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، ويسميه بعضهم استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، وذلك مثل استصحاب الملك، فإن شخصا لو اشترى دابة فهي ملكه اليوم، وبعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو سنة أو سنتين نقول هي لا زالت ملكه. وما دليلنا على أنها ملكه؟ الاستصحاب، فإن الملك قد ثبت في الزمان الأول فيثبت أيضا في هذا الزمان الثاني، ونظل على استصحاب الحكم بملك زيد لهذه الدابة إلى أن يوجد ما يغير هذا الملك من بيع أو هبة أو غير ذلك. ومثل استصحاب شغل الذمة بالدين، فلو استدان زيد من عمرو 1000 درهم فهو مدين له هذا اليوم، وبعد أسبوع لو سئلنا لقلنا أيضا هو مدين له، وبعد سنة كذلك، نظل نستصحب في الأزمنة الثانية ما حكمنا به في الزمان الأول بناء على هذا النوع من الاستصحاب إلى أن يوجد ما يغيره كسداد للدين أو إبراء من الدائن. ومثل استصحاب الزوجية، زيد نكح هندا فهي زوجته إذن هذا اليوم، وغدا وبعد غد نظل بعد شهر أو شهرين أو سنة أو غير ذلك نظل نستصحب الزوجية بينهما إلى أن يوجد ما يغير هذا الحكم من طلاق أو فسخ أو غير ذلك. استصحاب الرق، لو أن زيدا عبد لعمر فهو عبده اليوم، لو اشتراه اليوم فهو عبده ويظل عبدا له اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنة وسنتين وثلاث وخمس وهكذا إلى أن يوجد ما يغير هذا الحكم من بيع أو من عليه بالحرية أو غير ذلك. ومثل تكرار الأحكام بتكرر أسبابها، فإن تكرر الأحكام بتكرر أسبابها هو من هذا النوع، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، نظل نستصحب ثبوت الأحكام عند وجود أسبابها إلى أن يوجد ما يغير. النوع الرابع استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى عندما نقرأ كلام المصنف رحمه الله. والخامس هو الاستصحاب المقلوب، والاستصحاب المقلوب هو عكس التعريف الذي ذكرناه أولا للاستصحاب، وذلك أننا قلنا إن الاستصحاب يعرف بأنه الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. فالاستصحاب المقلوب نقلب التعريف، فنقول نقلب التعريف بالنسبة للأزمنة، فنقول الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الأول بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الثاني، وذلك كما إذا وجدنا ركازا، زيد بحث في الأرض ووجد ركازا دفنا وشك هل هو إسلامي أو جاهلي، شك ما وجد من الأمارات الدالة على أنه كنز وضع في زمن الإسلام أو في زمن الجاهلية قبل دخول الإسلام لتلك البلاد، فشك هل هو ركاز أو دفن إسلامي أو جاهلي، فنقول يحكم بأنه جاهلي، لأننا نستدل بوجوده الآن زمن الإسلام، الآن نستدل بوجوده الآن على وجوده في الزمان الأول الذي وضع فيه، فنعكس فنقول هو أيضا كما أنه الآن حين وجدناه هو موجود في زمان الإسلام، فنقول هو كان كذلك في الزمان الأول حين دفن. وهذا كما لا يخفى في أكثر في هذا النوع أنه، وكذلك نوع الاستصحاب الإجماع، أنه إنما هو
ظني ليس قطعيا، فإننا ما ندري عن هذا الركاز، قد يكون دفن في زمان الجاهلية. فنحكم كما قلنا في مسألة الركاز بأنه جاهلي، نحكم بأن هذا الكنز كنز جاهلي. لما؟ فنقول لأننا نستدل بوجوده الآن في زمان الإسلام على أنه كان موجودا في زمان الجاهلية وهو الزمان الأول، نحكم من حيث الوجود. وجدناه الآن في زمان الإسلام فنقول هو كان أيضا موجودا في الزمان الأول وهو زمان الجاهلية. وحينئذ إذا كان موجودا في الزمان الأول وهو زمان الجاهلية قبل دخول الإسلام فيكون ركازا ويعطى حكم الركاز، ويكون كنزا جاهليا فيأخذ حكم الركاز في الفقه الإسلامي. وكما قلت آنفا هذا كله من حيث الظن، فإننا لا نستطيع أن نجزم بذلك، إنما هو ظن في هذا النوع وهو الاستصحاب المقلوب، وكذلك في الذي قبله وهو استصحاب حال الإجماع كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. هذا باختصار أهم أنواع الاستصحاب. نرجع إلى عبارة المصنف رحمه الله فقال: الاستصحاب دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم. نعم، هذا المذهب هو المذهب المشهور الذي ذهب إليه الأكثرون، وهو كما قال عند أصحابنا أي الحنابلة، وهو أيضا دليل معتبر عند الشافعية وعند غيرهم كالمالكية وبعض متقدمي الحنفية. هؤلاء كلهم قالوا بأن الاستصحاب دليل. فقول المصنف رحمه الله: الاستصحاب دليل أي حجة في الأحكام مطلقا من غير تقييد بدفع ولا إثبات. وأما الحنفية فإنهم قالوا: الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. يعنون أن الاستصحاب حجة على بقاء ما كان على ما هو عليه ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل على الذي يخالفه، هذا معنى في الدفع. وليس حجة في الإثبات، يعني الاستصحاب لا يصح للمجتهد أن يعتمد عليه في إثبات شيء غير ثابت. وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. فالمفقود، الرجل المفقود الذي لم يعلم خبره، تستصعب حياته فندفع الحكم بموته، فندفع الحكم بإرث ورثته منه وطلاق امرأته. لكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره، لأن حياته الثابتة إنما هي لاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية. والحنفية يقولون: الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك. يعني عبروا بهذه العبارة هنا فقالوا: لأن الثابت لا يزول بالشك وغير الثابت لا يثبت بالشك. وأرادوا ما ذكرناه من قولنا حجة في الدفع لا في الإثبات. قال: الاستصحاب دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم، وذكره المحققون منهم الضمير يرجع إلى الشافعية وإلى الحنابلة، لأنهم هم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله بقوله عند أصحابنا والشافعية. فقال: وذكره المحققون منهم القاضي وأبو الطيب الشافعي إجماعا، أي وذكر الاستصحاب أنه حجة، هؤلاء ذكروه أنه حجة إجماعا. والمراد بالقاضي كما يمر معنا كثيرا، المراد به القاضي أبو يعلى الحنبلي المتوفى سنة 458 هجرية، والمراد بأبي الطيب
المراد به أبو الطيب الطبري شيخ الشافعية في عصره، المتوفى سنة 450 هجرية، ذكروه إجماعا، وهذا صحيح في بعض أنواعه، أو لنقول هو صحيح في الجملة، الاستصحاب يعني في الجملة دليل معتبر بالإجماع وليس على التفصيل، لأن بعض أنواعه فيها خلاف مشهور، بل بعض أنواعه ذهب الأكثرون إلى عدم حجيته، وأما بعض أنواعه فهي حجة بالاتفاق، كالنوع الأول الذي ذكرناه وهو استصحاب البراءة الأصلية فإنه حجة بالإجماع. قال: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. يعني المؤلف رحمه الله مشى مع هؤلاء الذين حكوا الإجماع، كأنه يقول الاستصحاب في بكل أنواعه حجة بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في نوع واحد منه وهو استصحاب حكم الإجماع، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الاستصحاب المقلوب أيضا فيه خلاف قوي، وإنما انعقد الإجماع على الأنواع الثلاثة الأولى: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الدليل الشرعي إلى أن يوجد ما يغيره، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. هذه الثلاثة محل إجماع بلا شك. ومن الأمثلة الأخرى للاستصحاب والعمل به خروج النجاسة من غير السبيلين، فقال بعض الفقهاء: إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض إلا بما ثبت شرعا وهو خروج النجاسة من السبيلين، فنستصحب عدم النجاسة عدم النقض نستصحب عدم النقض من الخروج من غيرهما إلى أن يوجد ما يغير. وهنا بحثنا فلم نجد دليلا يدل على نقض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين، فنظل نستصحب هذا الأصل. ومن أمثلة الاستصحاب: لو تزوج مسلم نصرانية فمات إذا تزوج مسلم نصرانية فمات هو الزوج، فادعت أنها أسلمت قبل موته، ليثبت لها الإرث، فإنه لا يقبل منها، لا تقبل منها هذه الدعوة، لأنها كانت نصرانية قبل موته، فنستصحب ذلك إلى الزمان الثاني وهو بعد موته، فنحكم بأنها أيضا حين مات عنها كانت نصرانية فلا ترث. هذه بعض أمثلة لدليل الاستصحاب. ونرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. استصحاب حكم الإجماع أو استصحاب حال الإجماع معناه أن تكون المسألة على حال ما، وينعقد الإجماع على حكم فيها، ثم تتغير حالة المسألة فنحكم ببقاء حكم المجمع عليه فيها، أي نستصحب الحكم الذي ثبت بالإجماع في حالتها الأولى نستصحبه إلى الحالة الثانية. مثال ذلك: المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، المتيمم يعني شخص كان في برية ما وجد ماء وحضر وقت الصلاة والتمس الماء فلم يجد، فإنه يشرع له التيمم، فقام وتيمم وكبر ودخل في الصلاة، بعد ما دخل في الصلاة رأى الماء في أثناء الصلاة، فقال بعض الفقهاء: قد أجمعنا على أن صلاته صحيحة قبل رؤيته الماء، فنستصحب هذا الحكم إلى الحالة الثانية وهو بعد رؤية الماء، فنقول استمر في صلاتك ولا تبطل صلاتك بهذا التيمم حتى مع وجود الماء. معنى المسألة: شخص في برية ولم يجد الماء،
فتيمم وقام وصلى، ثم رأى الماء وهو في أثناء الصلاة ما فرغ منها، فلا هو رأى الماء بعد فراغه من الصلاة ولا هو رأى الماء قبل أن يشرع في الصلاة، إنما رأى الماء في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ خلاف بين الفقهاء، فمن قال بصحة صلاته استدل بالاستصحاب، قال صلاته قبل رؤيته الماء حين كبر ودخل في الصلاة بالتيمم صلاته صحيحة بالإجماع، وهذا صحيح بالإجماع صلاته صحيحة. قالوا فنستصحب هذا الحكم إلى الحالة الثانية وهو حين رؤيته للماء في أثناء الصلاة، فنقول صلاتك أيضا صحيحة فاستمر فيها ولا تبطل صلاتك. هذا استصحاب حال الإجماع. مثال آخر، لو قلنا وجبت الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ بالإجماع، هذا صحيح، الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في الذهب حين يكون تبرا، يعني قبل أن يصاغ، قبل أن يصير حليا، فنقول نستصحب هذا الحكم المجمع عليه إلى الحالة الثانية وهو بعد أن صار هذا الذهب التبر صار حليا، صيغ حليا، فنقول تجب فيه الزكاة أيضا حين صار حليا استصحابا لحال الإجماع، الإجماع الأول الذي ثبت في هذا نفس الذهب هذا لكن حين كان تبرا. مثال آخر، الأمة تباع قبل أن تلد، رجل اشترى أمة ووطئها فوطئها هي قبل أن تلد من، يجوز له بيعها، هي أمته فله بيعها، هذا بالإجماع، فنستصحب هذا الحكم المجمع عليه إلى حالة ثانية وهي ما إذا ولدت منه صارت أم ولد، فنقول أيضا يجوز له بيعها، فقد جاز له بيعها في الحالة الأولى فيجوز له بيعها في الحالة الثانية، فهنا اختلف حال المسألة، هي نفسها الأمة لكن في الأول كانت أمة والآن صارت أم ولد، فنستصحب الحكم الأول الثابت بالإجماع إلى الحالة الثانية. هذه مجرد أمثلة، وإلا فهذه المسائل فيها خلاف معروف عند الفقهاء، حتى المسألة الثالثة فيها خلاف، فلا يظن طالب العلم أن تحريم بيع أم الولد مجمع عليه، لا ليس مجمعا عليه، بل فيه خلاف قديم مشهور عن السلف، ذهب قلة من العلماء من السلف إلى جواز بيع أم الولد، وإن كان الأكثرون على أنه لا يجوز، وإنما أردنا ضرب الأمثلة حتى يفهم هذا النوع من الاستصحاب وهو استصحاب حكم الإجماع. قال والأكثر من أصحابنا وغيرهم على أنه ليس بحجة، الضمير في أنه يرجع إلى استصحاب الإجماع، يقول أكثر أصحابنا وغيرهم يعني مذهب الأكثرين من الحنابلة والأكثرين من غيرهم على أنه ليس بحجة، والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله فإن أكثر العلماء من المذاهب الأربعة على أن استصحاب الإجماع ليس حجة. قال خلافا للشافعي وابن شاق لا، بإسكان القاف، وابن شاق لا، أبو إسحاق ابن شاق لا الحنبلي المتوفى سنة 369 هجرية، ورد ذكره في هذا الكتاب في مواضع قليلة. قال وابن حامد وغيرهم، نعم ذهب الشافعي في رواية عنه أن استصحاب الإجماع حجة، وأبو إسحاق بن شاق لا، والحسن بن حامد، أبو عبد الله الوراق شيخ القاضي أبي يعلى المتوفى سنة 403 هجرية، وابن القيم، وأبي ثور الإمام المشهور، وداود الظاهري، والمزني تلميذ الشافعي، وابن سريج، والصيرفي، والآمدي، وابن الحاجب، والشوكاني رحمهم الله ذهبوا إلى أنه حجة،
استصحاب حال الإجماع أنه حجة. وبهذا تكون انتهت هذه المسألة. والآن شروع في مسألة جديدة متعلقة أو شبيهة بمسألة الاستصحاب، نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح إلى آخره. هذا شروع في مسألة، وهي أن نافي الحكم هل يلزمه الدليل؟ نافي الحكم هل يلزمه الدليل؟ قوله نافي الحكم هذا يحتاج إلى توضيح. إن كان المراد التمسك بالنفي الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، فهذا لا يلزمه الدليل، لا يلزمه دليل بالإجماع، بل يكفيه عدم الدليل، يكفيه في حجته قوله لا يوجد دليل على وجوب صلاة سادسة وعلى وجوب صوم شهر آخر غير رمضان، إذن يكفيه عدم الدليل. أما مسألتنا نافي الحكم هنا فهذا ليس هو المراد، وإنما المراد أن من أثبت حكما من المجتهدين بدليل ذكره ثم جاء آخر وخالفه فنفى الحكم، فهل يلزمه الدليل على النفي؟ هذا المراد بالمسألة. زيد أثبت حكما بدليل، كأن يقول زيد العسل تجب فيه الزكاة، والدليل ما أخرجه ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر، ثم جاء مجتهد آخر فقال ليس في العسل زكاة. قوله ليس في العسل زكاة هذا نافي للحكم، فهل يلزمه الدليل؟ فنقول نعم يلزمه الدليل، وهذا هو معنى المسألة، أن ينفي حكما غيره يثبته. فالنافي هل يلزمه الدليل؟ الجواب نعم يلزمه الدليل. لما يلزمه الدليل؟ لأن النفي حينئذ يكون إعداما لدليل غيره، بخلاف من تمسك بالبراءة الأصلية، بالنفي الأصلي، النفي الأصلي، فإنما ذكره عدم لا إعدام، ليس هناك شيء موجود، ليس هناك دليل يوجب صلاة سادسة أو يوجب صيام شهر آخر غير رمضان، حتى إذا نفاه نقولنا هو إعدام لدليل غيره، لا، لا يوجد دليل أصلا. وفرق بين العدم والإعدام، فالعدم لا يجب معه ذكر الدليل بل يكفيه عدم الدليل، وأما الإعدام فهو الذي يلزم صاحبه بالدليل، وهذا هو مسألتنا. قال المؤلف رحمه الله: ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح عند أصحابنا وغيرهم. نعم، عند أصحابنا أي الحنابلة وعند غيرهم، هو مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن نافي الحكم يلزمه الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيل في الشرعيات فقط. هذا المذهب الثاني، وقيل، قال بعض المتكلمين نافي الحكم إن كان في الشرعيات يلزمه الدليل، كما مثلنا بقولنا أن يقول مثلا ليس في العسل زكاة، وأما في العقليات فلا يلزمه الدليل، كقولنا
العالم ليس بقديم، فلا يلزمه الدليل لأنها مسألة عقلية. قال: وقيل إنما يلزم المثبت. هذا المذهب الثالث ذهب إليه بعض الشافعية، وذهب إليه أيضا داود الظاهري رحم الله الجميع، فاختاروا أن نافي الحكم لا يلزمه الدليل، إنما يلزم المثبت. إذا أثبت شيئا لزمه، إذا نفى ما يلزمه. فهذه ثلاثة مذاهب في المسألة. وهناك مذهب رابع، والمسألة فيها أكثر من هذا، لكن مذهب جيد اختاره ابن القيم رحمه الله، اختار مذهبا حسنا، خلاصته أنه إن كان النفي يستلزم إثبات ضد لزمه الدليل، وإن كان لا يستلزم إثبات ضد لم يلزمه الدليل. يقول: إن كان النفي نافي الحكم، يعني إن كان هذا النفي يستلزم إثبات ضد لزمه الدليل، لأنه يكون حينئذ في معنى المثبت، يصير كالمثبت. مثل من قال: لا يحل شرب النبيذ، هذا نفي، هذا نفي، فيلزمه الدليل، لأن في مقالته هذه التي هي نفي هي في الحقيقة تستلزم إثبات ضد، لأن التقدير يحرم شرب النبيذ، يعني قوله لا يحل النبيذ يستلزم إثبات حرمة النبيذ، والقول بحرمة النبيذ إثبات، والمثبت يلزمه الدليل بالإجماع. أما إن كان النفي لا يستلزم إثبات ضد لا يلزمه الدليل، مثل من قال، أن يقول مثلا يعني مجرد النظر للكعبة ليس عبادة، قوله ليس عبادة هذا نفي، وهو لا يستلزم إثبات ضد، لا يستلزم إثبات ضد، ومن ثم لا يلزمه الدليل. وإنما يكفيه عدم الدليل. انتهت المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الثاني من الأصول المختلف فيها شرع من قبلنا. الثاني من الأصول، قلنا الأصول بمعنى الأدلة. الثاني من الأصول المختلف فيها، الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا. قال: وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه. شرع من قبلنا ما ورد من شرائع الأمم السابقة، شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام شرع لنا. قال: ما لم يرد شرعنا بنسخه، فهذا شرط من شروط حجية شرع من قبلنا، وهو أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه. ولهذا فإن بعض الأصوليين أخذ هذا القيد وجعله في صياغة القاعدة، فقال بعض الحنفية: شرع من قبلنا قبل النسخ شرع لنا، فأتى في صيغة القاعدة بكلمة قبل النسخ للاحتراز عن أن يرد في شرعنا ما ينسخه فيبطل حينئذ. وهذا أبرز شروط حجية شرع من قبلنا، وإلا فله لهذا الدليل المختلف له شروط أخرى، لكن أهمها هذا الشرط، ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، وذكره بعضهم كما قلت في صياغة القاعدة. من أمثلة الاحتجاج بشرع من قبلنا، أو لعلنا نذكر الثمرات الفقهية للحجية شرع من قبلنا في آخر المسألة، ونبين الآن عبارة المؤلف رحمه الله
حيث قال: وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، يعني فإن ورد شرعنا بنسخه بطل العمل به، مثل حل الغنائم، فإن أخذ المجاهدين المسلمين للغنائم من الكفار في بعد القتال كان حراما في شرع من قبلنا، لكن لا يكون حراما في شرعنا، لأن شرعنا ورد بنسخه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل التوبة بقتل النفس، فإنها كانت في شرائع بعض من قبلنا: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لكن في شرعنا لا يجوز هذا، منسوخ هذا، لا يجوز التوبة بقتل النفس. قال: ما لم يرد شرعنا بنسخه. قال في أصح الروايتين عن أحمد، أي شرع من قبلنا شرع لنا فهو حجة في الأحكام الشرعية، في أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا كما ذكر المؤلف، نعم هي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله، واختارها أكثر الحنابلة، وهي المذهب عنده، ووافقهم على هذا الحنفية وأكثر المالكية. فحجية شرع من قبلنا هو قول جمهور العلماء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واختاره جماعة من أصحابنا وغيرهم. وقلنا إنه قول أكثر الحنابلة، وهو قول الحنفية وأكثر المالكية، وأيضا ما ذهب إليه بعض الشافعية. وهو قول الجمهور. ثم قال: والثانية لا يكون شرعا لنا. الثانية يعني الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا بدليل، إلا بدليل، إذا جاء دليل في شرعنا على هذا الحكم الذي جاء في شرع من قبلنا فإنه يكون حجة حينئذ، وحينئذ يكون حجة لا لأنه شرع من قبلنا، وإنما لأنه ورد في شرعنا ما يوافقه، ورد في شرعنا ما يدل على هذا الحكم، فنأخذ به لأنه ورد في شرعنا، ولا التفات لكونه ورد في شرع من قبلنا، إنما يكون من باب توافق ملتين أو أكثر على حكم. هذا معنى المذهب الثاني. قال: اختاره جماعة. نعم، ذهب بعض الحنابلة، وهو قول أكثر الشافعية، ذهبوا إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلا بد أن يأتي في شرعنا دليل يدل على ذلك الحكم. من أمثلة القاعدة: ما لو حلف زيد أن يضرب غلامه أو يضرب ابنه مثلا 20 سوطا، هل يكفيه أن يجمع 20 قضيبا أو 20 شمروخا من شماريخ النخل فيضربه به ضربة واحدة، أو لا يكفيه؟ خلاف بين الفقهاء، فمن قال يكفيه أن يضربه 20 قضيبا أو 20 شمروخا من شماريخ النخل، يكفيه هذا، يكفيه أن يضربه بها، يجمعها 20 ويضربه ضربة واحدة. قال: إن هذا ورد في شريعة أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فضربها مرة واحدة. فكذلك يكون في شرعنا سائغا جائزا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه ما ورد في شرعنا ما يخالفه، فيبقى حجة. ومن الأمثلة القاعدة: ما لو نذر، والعياذ بالله، ما لو نذر ذبح ابنه، فقال بعض الفقهاء: لا ينعقد نذره لعدم الدليل في شرعنا، فحينئذ يستغفر ويتوب. وقال بعض الفقهاء: ينعقد نذره ويذبح مكانه شاتا، يعني النذر يكون منعقدا،
وعليه أن يذبح شاة استدلالا بشريعة إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. وحينئذ كذلك هذا يفديه بذبح عظيم، بكبش عظيم أو شاة ونحو ذلك. من المسائل أيضا المنفعة، هل تكون مهرا؟ يعني جاء لشخص قال يعني أريد أتزوج ابنتك، قال نعم لكن ترعى لي الغنم 5 سنوات، أو تحمل لي هذه البضاعة إلى البلاد الفلانية، ويصير هذا هو المهر. لا يوجد دراهم ولا دنانير ولا متاع، وإنما خدمة، مجرد خدمة، منفعة. فهل يجوز مثل هذا؟ فقال بعض الفقهاء نعم يجوز، استدلالا بقصة موسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين وصار هو مهر تلك المرأة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا جواز المهايئة. المهايئة، مهايئة عند الفقهاء هي قسمة المنافع بين الشريكين. فقال بعضهم نعم يجوز، تجوز المهايئة لقول الله تعالى عن نبي الله صالح عليه السلام قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فكان هذا في شريعة صالح عليه السلام فيكون شرعا لنا. انتهت المسألة، والآن مسألة متفرعة عنها. الآن سوف نشرع في مسألة أخرى لكنها متفرعة عنها. فقال المؤلف رحمه الله وهل يكون ذلك على الرواية الأولى مخصوصا بملة إبراهيم إلى آخره. هذه المسألة مفرعة على القول بحجية شرع من قبلنا، أي إذا قلنا إن شرع من قبلنا حجة لنا، فأي الشرائع؟ هل شرائع كل الأنبياء أو بعض منهم أم ماذا؟ فعبر المصنف رحمه الله عن الأقوال بصيغة الاستفهام فقال وهل يكون ذلك على الرواية الأولى مخصوصا بملة إبراهيم، وذكر أيضا موسى وعيسى عليهم السلام، ثم أجاب في الصفحة الأخرى في صفحة 421 قال فيه أقوال لأصحابنا وغيرهم. هذا هو جواب السؤال، وذكر في السؤال هذا الطويل، في هذا السؤال الطويل ذكر المذاهب في المسألة. فقال وهل يكون ذلك، أي الاحتجاج بشرع من قبلنا على الرواية الأولى، الرواية الأولى عن الإمام أحمد القائلة بحجية شرع من قبلنا مخصوصا بملة إبراهيم عليه السلام. هذا المذهب الأول، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان في ملة إبراهيم عليه السلام فقط دون غيره من الأنبياء. ذهب إلى هذا قلة من الأصوليين. قال لقوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، استدلوا بظاهر الآية بمفهوم اللقب أن اتبع ملة إبراهيم، فيفيد أن ملة غيره لا يجب اتباعها، وهذا مفهوم لقب من أنواع مفاهيم المخالفة. استدل، هذا هو دليل المذهب الأول. قال أو بملة موسى، هذا عطف على السؤال الأول، وهو ذهب أيضا قلة من الأصوليين إلى أن شريعة موسى عليه السلام هي شرع لنا فقط، أما غيرها من الشرائع فليس شرعا لنا. ما دليلهم؟ قال لأنه قبله، قبله يقصد قبل عيسى عليه السلام. فلو أن المؤلف رحمه الله أخر هذا المذهب عن المذهب الذي يليه لكان أحسن، أو أن يصرح باللفظ الظاهر، لكن الاختيار الأول يكون أفضل لو أخره.
قال لأنه قبله، أي لأن موسى عليه السلام قبل عيسى عليه السلام. قال وإنما كانت، هذا لا زال استمرار في الدليل، يذكر الدليل، لا زال يستمر في ذكر الدليل. قال وإنما كانت مدة عامين، يعني وإنما كانت رسالة عيسى عليه السلام مدة عامين تكملة لرسالة موسى، يعني رسالة موسى عليه السلام هي الأصل، وجاءت رسالة عيسى مكملة فقط لرسالة موسى، متممة فقط. وهذا دليل لا يحتاج أن نقف عنده، لأن عيسى عليه السلام رسول النبي عليه السلام، كما أن موسى عليه السلام رسول النبي، ولأنه ليس فيه دليل على المطلوب أصلا، ليس فيه دليل على المطلوب في مسألتنا هنا على أنه يكون حجة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد دليل. قال أو بملة عيسى، أيضا عطف على السؤال، يعني هل يكون مخصوصا بملة عيسى؟ وهذا المذهب الثالث، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كانت شريعة عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء. ما دليلهم؟ قال لأنه عليه السلام جاء بعده، أي بعد موسى عليه السلام، وكان رسولا مستقلا، يعني شريعة عيسى أقرب من حيث الزمان إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه جاء بعد موسى عليه السلام، وكان رسولا مستقلا، هو رسول النبي، شريعته غير شريعة موسى عليه السلام. وهذا أيضا دليل كالذي قبله، لا يوجد فيه دلالة على المطلوب وهو أن يكون شرعا لنا نحن المسلمين، لا يوجد دليل في هذا كالذي قبله. وهذه مذاهب ذهب إليها قلة قليلة جدا من الأصوليين، لا يكاد يعرف القائل بهذا القول. قال أو ليس ذلك مخصوصا بملة، هذا المذهب الرابع، عطف في السؤال أيضا. وهذا المذهب الرابع هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء. قال أو ليس ذلك مخصوصا بملة، يعني أن شرع من قبلنا شرع لنا في كل الملل السابقة، جميع الأديان السابقة، جميع شرائع الأنبياء السابقين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال وهو الصحيح عند أصحابنا وغيرهم، نعم هو قول الحنابلة وقول الأكثرين، أكثر من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا قالوا بهذا القول، لم يخصوه بملة نبي دون نبي، لقوله عز وجل، شروع في الاستدلال لمذهب الأكثرين وهو المذهب الرابع، لقوله عز وجل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهذا عام، وقوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، بعد أن ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. وهذا الدليل الثاني يعني ينفي خصوصا، يعني ينفي تخصيص الدعوة، ينفي أن يقال حجة شرع من قبلنا إذا كان شرع موسى عليه السلام فهو حجة، أو شرع عيسى عليه السلام، أو شرع إبراهيم عليه السلام. فهذا الدليل الثاني ينفي تخصيص الدعوة، والدليل الأول يدل على التعميم. قال فيه أقوال لأصحابنا وغيرهم، هذا جواب السؤال، يعني هذه الأقوال المذكورة أقوال ذكرها أصحابنا الحنابلة وذكرها غيرهم كالشافعية، فذهب إليها قلة قليلة جدا من الشافعية ومن الحنابلة. وأما القول الرابع فكما قلنا آنفا إنه قول أكثر العلماء المحتجين بشرع من قبلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته؟ هذا شروع في مسألة جديدة، شروع في مسألة جديدة، وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟
قبل النبوة، الكلام فيما قبل النبوة، ومعنى متعبدا أي مكلفا. فقال: ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله، أي من الأنبياء السابقين قبل بعثته، قبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، مطلقا؟ وقوله مطلقا أي بكل شريعة سابقة، أي ليس مخصوصا بملة نبي. فسر كلمة مطلقا بقوله ليس مخصوصا بملة نبي، بل في كل الملل، بل بكل ما ورد عن جميع شرائع الأنبياء، أو ذلك مخصوص بآدم أو بملة نوح أو بملة إبراهيم أو بملة عيسى كما قدمنا، أو لم يكن متعبدا بملة من ملل الأنبياء قبله. فيه خلاف، هذا الجواب، جواب السؤال فيه خلاف، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بشريعة من قبله من الأنبياء، سواء قلنا جميع شرائع الأنبياء أو بشريعة آدم عليه السلام أو بشريعة نوح عليه السلام أو بشريعة إبراهيم عليه السلام أو بشريعة عيسى عليه السلام، أو لم يكن متعبدا بأي ملة من الملل السابقة، بأي شريعة من شرائع الأنبياء السابقين، وهذا كله كما قلنا قبل النبوة، قبل البعثة. قال: فيه خلاف لأصحابنا، يعني ما ذكر في السؤال هي أقوال في هذه المسألة الأصولية الخلافية. فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم، وهذه المسألة أصل المسائل المتقدمة، هذه المسألة الأخيرة أصل للمسألة السابقة. يعني من قال إنه عليه الصلاة والسلام متعبد قبل النبوة بكل شريعة، قال: شرائع من قبلنا بعد النبوة تكون حجة كلها. ومن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا بشريعة آدم عليه السلام، فإنه سوف يقول بعد البعثة: شرع آدم عليه السلام شرع لنا ما لم يرد نسخه. ومن قال قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة موسى عليه السلام، قال: بعد البعثة شرع موسى عليه السلام شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه. وهكذا في بقية الأقوال، فهي مبنية عليها. هذه المسألة، المسألة التي قبل هذه مبنية على المسألة الأخيرة، حجية شرائع الأنبياء بعد النبوة مبنية على حجية شرائعهم قبل النبوة، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: فصل الثالث من الأصول المختلف فيها الاستقراء. هذا شروع في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وهو الاستقراء. بعد أن ذكر دليل الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، وذكر دليل شرع من قبلنا من الأدلة المختلف فيها، شرع في الثالث من الأدلة المختلف فيها وهو الاستقراء. فقوله الأصول هنا بمعنى الأدلة. الثالث من الأصول المختلف فيها، الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستقراء. والاستقراء في اللغة هو التتبع، وأما في الاصطلاح فهو تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها. هذا تعريف للاستقراء عموما، فيشمل نوعيه: التام والناقص، استقراء التام والاستقراء الناقص، يشملهما هذا التعريف، تصفح الجزئيات أي تتبع أحكام الجزئيات ليحكم بحكمها الموجود المتكرر في كل جزئية على كلي، أي على لفظ كلي يشملها. هذا تعريف للاستقراء عموما. فإن كان الاستقراء تاما قلت في تعريفه تصفح جميع الجزئيات
ليحكم بحكمها على كلي يشملها. وإن كان الاستقراء ناقصا قلت في تعريفه تصفح أغلب الجزئيات، تصفح أكثر الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها. وذلك أن الاستقراء نوعان، استقراء تام واستقراء ناقص. فالتام هو حجة بالاتفاق، بل هو حجة قطعية، وأما الناقص فالأكثرون على أنه حجة، الجمهور على أنه حجة يصح الاعتماد عليها في الأحكام وإن كانت حجة ظنية. وبعض الشافعية قالوا الاستقراء الناقص ليس بحجة، فليس بحجة لا ظنية ولا قطعية من باب أولى، هذا المذهب الثاني. وذهب الحنفية إلى أن الاستقراء ليس دليلا مستقلا، إنما هو راجع إلى القياس أو إلى العرف والعادة. ومثال الاستقراء التام أن يقال كل نكرة في الكتاب والسنة في سياق النفي تعم، كل نكرة في سياق النفي تعم، هذا استقراء تام إذا قلنا في الكتاب والسنة، لأننا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن كل نكرة في سياق الإثبات في سياق النفي تعم، وهذا استقراء تام لأن نصوص الكتاب والسنة موجودة بين أيدينا. أو نقول مثلا كل حديث أخرجه البخاري والمسلم فهو صحيح، كل حديث اتفق عليه الشيخان فهو صحيح، هذا حكم، حكم بالصحة على ما اتفق عليه الشيخان، والدليل الاستقراء وهو استقراء تام لأنه تصفح لكل الجزئيات. أو نقول مثلا كل حكم توعد الله تاركه فهو واجب، وهذا استقراء تام، وجدنا أن الشرع ما يتوعد على ترك شيء إلا أنه واجب على الناس. أو نقول الأدلة المتفق عليها أربعة، فإن الدليل في هذا الاستقراء التام، استقرأنا كل الدلائل الشرعية فوجدنا أن الذي حصل عليه الاتفاق بعد هذا الاستقراء هو أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهكذا يقال في بقية الأمثلة استقراء التام. الاستقراء الناقص أن نقول مثلا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإن هذا استقراء باستقراء أحوال بنات بني آدم، استقراء أحوال النساء، وجدنا أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، لكنه ناقص فما يدرينا، قد يكون بعض النساء تحيض قبل 9. أو نقول مثلا مقاصد الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، هذا استقراء لكنه استقراء ناقص، يعني لا ندعي أن استقرأنا كل شيء في دين الله حتى نحكم بتقسيم المقاصد هذه الثلاث الأقسام، وإن اشتهرت وغلب على الظن صحتها، لكن كما قلنا هو استقراء ناقص فهو حجة لكن ظنية. أو مثلا لو قلنا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة فهو غير واجب، فهذا استقراء لكنه ناقص، هكذا والله أعلم قيل، يعني هذا الأخير اشتهر المثال التمثيل به. قال المؤلف رحمه الله وهو دليل ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، وهو دليل أي والاستقراء دليل شرعي صحيح يصح الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية، فهو دليل معتبر ذكره بعض أصحابنا وغيرهم لإفادته الظن، اللام هنا للتعليل، وهذا دليلهم أي أن الاستقراء
والتصفح للجزئيات وتوافقها كلها على حكم يدل ظنا على صحة هذا الاستقراء، أي على صحة الحكم في هذا الكلي الذي يشمل هذه الجزئيات. وذكرنا من قبل أن من قال إن الاستقراء حجة هم جمهور العلماء، والخلاف إنما هو في الاستقراء الناقص، أما الاستقراء التام فهو محل إجماع. قال: نحو الوتر يفعل راكبا فليس واجبا لاستقراء الواجبات، هذا مثال. وهو أن الوتر يفعل راكبا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه أحيانا على الراحلة، فليس واجبا، أي فينتج من هذا أن الوتر لا يكون واجبا. لما؟ لأننا استقرأنا الواجبات، اللام في قوله الاستقراء هذا للتعليل، لام التعليل، أي لأننا استقرأنا الواجبات في الشريعة من الصلوات، الواجبات من الصلوات، فما وجدنا صلاة واجبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، فدل فعله للوتر على الراحلة أي وهو راكب على أنه ليس واجبا إذن. وبهذا نكون انتهينا من هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها، وهو الاستقراء. قال: ومذهب الصحابي، هذا شروع في الأصل الرابع من الأصول المختلف فيها، لكن الغريب أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل الرابع، لم يقل على عادته الرابع من الأصول المختلف فيها مذهب الصحابي، بل ذكره في الاستقراء مع أنه لا علاقة بينهما، بين قول الصحابي حجة وبين الاستقراء حجة. وذكر الذي بعده وهو الاستحسان، ذكره رابعا كما سوف ترون إن شاء الله تعالى في الصفحة التالية 423. قال: فصل الرابع من الأصول المختلف فيها الاستحسان، فجعله رابعا، وحقه أن يقول الخامس. قال: ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي غيره فإن انتشر ولم ينكر فهو إجماع، سبق في الإجماع، وإن لم ينتشر فهو حجة. هذا شروع كما قلنا في الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي، قول الصحابي هل هو حجة؟ ويعبر عنه أيضا بمذهب الصحابي، والعبارة والتعبير بالمذهب ليشمل قول الصحابي وفعل الصحابي، فإن الحجية عند من يقول بالحجية سواء أي متساوية، الفعل مثل القول والقول كالفعل، ومن يعبر بالقول فهو يقول الفعل يستلزم قولا، الفعل يستلزم قولا نطق به أو لم ينطق به، ولأن القول يأتي بمعنى الذهاب إلى الشيء، نقول قال أبو حنيفة بكذا أي ذهب إلى كذا، قال بكذا أي ذهب إليه، فيكون القول بمعنى المذهب. فالخطب يسير، الأمر يسير، أعني في التعبير بكلمة مذهب الصحابي حجة وبين قولنا قول الصحابي حجة، الأمر يسير في هذا، في لقب المسألة. قال: ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي غيره، يعني ننظر لقول الصحابي في المسألة، إذا لم يخالفه صحابي آخر، وهذا الشرط، هذا الشرط مهم في حجية قول الصحابي، لأنه إذا خالفه غيره سقطت حجيته. فإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما بقول، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه بقول يخالفه، سقطت حجية كل منهما. قال:
ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي غيره فإن انتشر. هذا الآن تفصيل في المسألة، لأن مسألتنا التي نبحث فيها الآن من الأدلة المختلف فيها هي الحالة الثانية لا الحالة الأولى. الحالة الأولى يقول الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف وينتشر ولا ينكره أحد من بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا من غيرهم ممن عاصره، فحينئذ لا تكون مسألة قول الصحابي التي وقع فيها خلاف الأدلة المختلف فيها، وإنما تكون مسألة من مسائل الإجماع. ولهذا قال سبق في الإجماع، يعني هذه المسألة تصير من باب الإجماع السكوتي، تصير من باب الإجماع السكوتي وليست من باب قول الصحابي هل هو حجة أو لا. مثل قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بأن العبد القاذف يجلد 40، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة، ومع ذلك جلد العبد 40 لا 80. فهذا قول قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واشتهر هذا القول ولم يعارضهم غيرهم، ما خلفهم غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيكون إجماعا. قال وإن لم ينتشر فهو حجة، يعني وإن قال الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف، لا يعرف له مخالف لكن هذا القول لم يشتهر ولم يذع ويشيع، ما ذاع ولا شاع ولا انتشر، ولا يعرف في نفس الوقت لا يعرف له مخالف، فهو مسألتنا. يعني في هذه الحالة الثانية هي مسألتنا، ويكون السؤال بعد ذلك هل هو حجة أو لا. يعني إذا قلنا إن هذا هو معنى قولنا مذهب الصحابي الذي يذكر في الأدلة المختلف فيها، فبعد هذا السؤال هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فقال فهو حجة مقدم على القياس، وهذا هو المذهب الأول. إذن المذهب الأول أن قول الصحابي حجة، بل لو عارضه القياس لقدم على القياس. قال في أصح الروايتين، يعني عن أحمد رحمه الله، في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره أكثر أصحابنا وهو قول مالك والشافعي. هذا ذكر من قال بهذا المذهب الأول وهو الاحتجاج بقول الصحابي، فذكر أنه مذهب أحمد في الرواية الصحيحة عنه، والأمر كما قال المؤلف رحمه الله، وعليه أكثر الحنابلة على الاحتجاج بقول الصحابي والعمل بهذه الرواية، وهو قول مالك وهو قول الشافعي في أحد قوليه، في أحد القولين المعروفين عن الشافعي رحمه الله أنه حجة، وهو قول مالك، نعم هو قول مالك رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، هو قول الحنفية. إذن هو قول جمهور العلماء أن قول الصحابي حجة. قال مقدم على القياس، فلو خالفه القياس يحتج بقول الصحابي ويترك القياس. مثال ذلك، مثال مخالفته للقياس، أن أموال المسلمين إذا استولى عليها الكفار ثم ظهر عليهم المسلمون واستردوها فلمن تكون؟ يعني هجم الكفار على ثغر من ثغور المسلمين فأخذوا أموال المسلمين، ثم عاد المسلمون، عادوا وجمعوا صفوفهم وهجموا على أولئك الكفار السالبين لأموالنا أموال المسلمين واستردوها،
فلمن يكون هذا المال؟ هل يكون لأصحابه من المسلمين أو يكون غنيمة لهؤلاء المجاهدين؟ هذا السؤال. فعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: إن وجد صاحب المال ماله قبل القسمة فهو له، وإن كان بعد القسمة فلا حق له فيه. أو كما قال رضي الله عنه: صاحب المال إن وجد ماله على حاله قبل أن يقتسم المجاهدون هذا المال فهو له، وأما إن كان وجده بعد أن اقتسموا المال، اقتسموا الغنائم، فلا يكون له، بل يكون حقا لمن وقع في نصيبه من المجاهدين. وبهذا القول الذي قاله عمر رضي الله عنه أخذ به أحمد رحمه الله. لكن ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: القياس أنه له قبل القسمة وبعدها. القياس أنه له، أي أن هذا المال لصاحبه سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة، هذا الذي يقتضيه القياس، لأنه لا زال هو على بعينه. قال: القياس أنه له قبل القسمة وبعدها، ولكن كذا قال عمر. انتهى كلام الإمام أحمد، يعني يقول كذا قال عمر، ماذا أفعل أنا؟ أخذ بالقياس وأترك قول عمر رضي الله عنه؟ ما يصح هذا. فدل على أن الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي ويقدمه على القياس. قال المؤلف رحمه الله: خلافا لأبي الخطاب، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. قال: خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية، هذا هو المذهب الثاني في المسألة. فذهب أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، وذهب أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي رحمه الله، وكلاهما من الحنابلة، وذهب معهما أكثر الشافعية إلى أن قول الصحابي ليس حجة. ومن ثم يقدمون القياس على قول الصحابي، فقول الصحابي عندهم ليس بحجة سواء وافق القياس أو خالفه، لكن إن وافق القياس فلا يضر، لأن العمل حينئذ بالقياس، وأما إن خالفه فالعمل بالقياس، لأن قول الصحابي عندهم ليس بحجة. ولهذا فإن الشافعية لم يأخذوا بقول عائشة رضي الله عنها في بيع العينة، فصححوا بيع العينة، مع أنه ورد أن عائشة رضي الله عنها حين أخبرت أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه اشترى عبدا من امرأة بألف درهم إلى أجل نسيئة يعني، ثم اشترته هي منه بخمسمائة حالة نقدا، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فلم يعمل به الشافعية لكونه قول عائشة رضي الله عنها، وقول الصحابي ليس بحجة. ومن ذلك أيضا أن الشافعية قالوا في من طلق امرأته في مرض موته فإنه لا ترثه عند الشافعي، في المذهب الجديد عند الشافعي، مع أن الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا إلى توريثها، لأن عثمان وأبي بن كعب رضي الله عنهما قضوا بأنها ترث، لأن لوجود التهمة يريد أن يحرمها من الميراث، وأما الشافعية فقالوا لا ترثه، ولم يأخذوا بقضاء عثمان وأبي بن كعب رضي الله عنهما، لأن قول الصحابي ليس بحجة، وحينئذ يؤخذ بالقياس، والقياس أن حال المرض الموت كحال الصحة،
كلاهما سواء، طلق امرأته وهو حي، وهو حي على قيد الحياة. وأما في نفسه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن القياس يقتضي أن الطلاق يقع في كل حال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف، إلى آخره. هذا شروع في مسألة جديدة، وإن كانت تذكر تحت هذا المبحث، مبحث قول الصحابي هل هو حجة أو لا. وقوله فيما يخالف القياس يعني فيما لا مجال للرأي فيه، فيما لا مدخل للاجتهاد فيه، أي لا يهتدي إليه قياس ونظر، فلا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن المؤلف رحمه الله عبر بعبارة أخرى بدل قوله فيما يخالف القياس، لو قال فيما لا يحتمل الاجتهاد، أو قال فيما لا مجال للرأي فيه، لكان أحسن، حتى لا يظن أنها المسألة السابقة، يعني حتى لا تلتبس هذه المسألة بالمسألة السابقة، لأنه قال المسألة السابقة هو حجة مقدم على القياس، وقلنا هناك فيما إذا خالف القياس في مسألة يعني اجتهادية، مسألة شرعية اجتهادية يدخلها الاجتهاد والرأي، وأما هنا فهي في مسألة غير اجتهادية لا مجال للرأي فيها. وعلى كل فقد فهم المطلوب، وهو أن قول الصحابي في مسألة لا مجال للاجتهاد والرأي فيها قال توقيف، هذا الخبر وهو الحكم في المسألة، أي أننا نعده توقيفا، أي نعده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإن كان هو قول صحابي لكن نعتبره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي على هذا القول، وقفه عليه، أعلمه به، حتى ولو لم يذكر هذا في الأثر، فلهذا نقول مرفوع حكما. مثال ذلك، مثال قول الصحابي فيما لا يهتدي إليه القياس والرأي والاجتهاد، قضاء عمر رضي الله عنه في عين الدابة بربع ثمنها، من فقأ عين دابة لغيره فإنه عليه الضمان، كم هو الضمان؟ ربع ثمن تلك الدابة، فهذا التقدير لا مجال الاجتهاد فيه. وأيضا استفتاح الصلاة بقولنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الذكر الذي يقال في استفتاح الصلاة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح كما يقوله علماء الحديث، فهو من حيث السند لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا على عمر رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه، لكن مثل هذا لا مجال الاجتهاد فيه، مثل هذا كما هو ظاهر لا مجال الاجتهاد فيه، فيكون توقيفا حكما، يكون مرفوعا حكما، فيكون حجة. قال ظاهر الوجوب على الأصح، العبارة هنا واضح أن المؤلف رحمه الله أخذها من أهم المصادر التي رجع إليها المؤلف رحمه الله في كتابه، وهو أصول ابن اللحام، المختصر لابن اللحام، فأخذها كما هي،
فوقع الخطأ كما وقع في أصله. ولهذا قال تقي الدين الجراعي رحمه الله في شرحه لأصول ابن اللحام، قال: هذا الكلام سقط منه شيء، وصوابه فيما ظهر لي ظاهرا لوجوب حسن الظن به. هذا صواب العبارة، ظاهرا لوجوب حسن الظن به. ثم قال الجراعي: وهكذا هو في أصول ابن مفلح، وهكذا هو في أصول ابن مفلح. انتهى كلامه رحمه الله، لأن أصول ابن مفلح من أهم مصادر كتاب، بل هو أهم مصدر لكتاب، لكتب عدة بعده، منها كتاب ابن اللحام، ومنها هذا الكتاب، ومنها كتب المرداوي رحمه الله، رحم الله الجميع، وغيرهم. فعامة الحنابلة الذين جاءوا بعد ابن مفلح استفادوا من كتابه. فكلمة الوجوب هذه لو أخذتم الحرف الأول منه وضعتوه بعد الراء تصير ظاهرا، هذا الذي على شكل الألف، الهمزة هذه في كلمة الوجوب، الحرف الأول لو نقلتموه إلى كلمة ظاهر تصير العبارة ظاهرا، والوجوب تصير لوجوب. وبعد كلمة لوجوب كلام محذوف، وهو ثلاث كلمات: حسن الظن به. فتصير العبارة هكذا. ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهرا، يعني نحكم بأن قول الصحابي هذا هو توقيف، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي عليه، وقفه عليه، أخبره به وأعلمه به، فهو توقيف. لكن قال ظاهرا، يعني ما نستطيع أن نجزم بهذا، إنما هو من حيث الظهور. فلهذا قلنا مرفوع حكما، توقيف حكما، وهذا معنى قولنا قوله ظاهرا، يعني لا قاطعا، لأنه لا يوجد في ذلك الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، وإنما هو مسند ومضاف إلى الصحابي. واللام في قوله لوجوب لام التعليل، وهو شروع في الدليل، دليل الحكم في المسألة، يعني لما اعتبرتموه توقيفا ومرفوعا حكما فاحتججتم به، فنقول لوجوب حسن الظن به. به يرجع للصحابي، يعني يجب أن نحسن الظن بالصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات عدول، مؤتمنون على هذا الدين، بل هم الواسطة بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملة الدين إلينا، وحينئذ يجب أن نحسن الظن بهم جماعة وأفرادا. فإذا نقل عن أحدهم قول لا مجال للاجتهاد فيه حكمنا بأنه مرفوع حكما، إذ لا يمكن للصحابي وهو عدل ثقة أن يقول هذا من عند نفسه، حاشاه أن يخترع شيئا وينسبه للشرع، حاشاهم رضي الله عنه. وحينئذ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هنا يكون قول الصحابي حجة، فيكون في حكم الحديث، فيصير حجة على الكل، ويصير حجة ولو خالف الصحابي صحابيا آخر. وبهذا فهم الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. إذن هذه المسألة قول الصحابي يكون حجة، القوة هنا تكون، الحجية هنا تكون أقوى من الحجية في المسألة السابقة، يصير قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه يصير حجة عليه وعلى غيره ممن خالفه من الصحابة لو وجد، لأن حكمه حكم الحديث المرفوع، ومن ثم يقدم على القياس من باب أولى. قال: على الأصح، هذا شروع في المذهب الأول،
أي أن قول الصحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه يكون توقيفا حكما ظاهرا على الأصح عن أحمد رحمه الله، على القول الصحيح الأصح عن أحمد رحمه الله، والأمر كما ذكر المؤلف نعم هو الأصح عن أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه، بل هو مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء بل بعضهم حكى الإجماع على المسألة، يعني على الحكم في المذهب الأول أنه يصير حجة بالإجماع، بعضهم حكى الإجماع عليه. قال: خلافا لابن عقيل والشافعية. نعم، ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي خالف في المسألة ولم يحتج بقول الصحابي حتى لو كان فيه ما لا مجال الاجتهاد فيه، وهو قول أكثر الشافعية، فلم يقولوا بأنه مرفوع حكما ولم يعملوا به، هكذا قيل والله أعلم. وفي تصحيح مذهب الشافعية هنا خلاف كبير جدا في هذه المسألة والتي قبلها، فقد ذهب بعض المحققين إلى أن الصحيح عند الشافعية هو الاحتجاج بقول الصحابي في الصورتين، أعني فيما وافق القياس وهي المسألة السابقة، وفيما خالف القياس أي فيما لا مجال الاجتهاد فيه، وهي فيما لا مجال في الاجتهاد فيه وهي المسألة الثانية، أو فيما فيه مجال للاجتهاد وهي المسألة السابقة، هكذا صحح ابن القيم رحمه الله وغيره. قال: ومذهب التابعي ليس بحجة. هذا شروع في مسألة جديدة ودليل من الأدلة المختلف فيها، فحقه أن يكون الخامس، وإن كان الخلاف فيه خلافا شاذا والله أعلم، أي أن الاحتجاج بمذهب التابعي ضعيف جدا، القول بالاحتجاج به ضعيف جدا، وقلة قليلة هم الذين قالوا بحجية قول التابعي، قلة قليلة من الأصوليين. فقال: ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر من أصحابنا، هذا شروع في المذهب الأول، وهو أن مذهب التابعي أي قوله وفعله ليس بحجة، وهذا هو مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف، وهو ظاهر كلام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء على هذا القول، أكثر العلماء قالوا أن قول الصحابي أن قول التابعي ليس حجة، بل إن بعضهم حكى الإجماع، بعض الأصوليين حكى الإجماع على أن مذهب التابعي ليس بحجة. والدليل على هذا أيضا إذا صح الإجماع، يعني الدليل الآخر، وهو أن عدم الدليل على حجيته، الدليل على أن مذهب التابعي ليس بحجة هو عدم الدليل على حجيته، لا يوجد دليل صحيح يدل على أن قول التابعي حجة. فحينئذ ننفي حجيته لعدم وجدان الدليل، والقاعدة الأصولية حكم شرعي يطلب لها الدليل، فإن وجد الدليل قيل بها وإلا لم يصح القول بها كسائر أحكام الشرع. ودليل ثالث، وهو أننا لو احتجينا بمذهب التابعي للزم التسلسل، وهو أن يكون مذهب تابع التابعي حجة، ثم يلزم أن يكون مذهب تابع تابع التابعي حجة وهكذا، وهذا باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. قال: وكذا لو خالف القياس على الأصح. هذا شروع في مسألة جديدة، إذن المسألة مذهب التابعي اقتصر فيه على قول
واحد ولم يذكر القول الآخر الذي قال به شذوذ من الأصولي. وأما المسألة الثانية أو الحالة الثانية وهي قول التابعي مذهب التابعي فيما خالف القياس، يعني فيما لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للرأي فيه، فهل يكون حجة؟ هنا يكون الخلاف وجيها بخلاف الصورة الأولى. وماذا قال المؤلف؟ قال: وكذا، أي ولا يكون مذهب التابعي حجة حتى لو كان لا مجال ولا مدخل للاجتهاد والرأي والقياس فيه. قال: على الأصح عند أصحابنا. نعم، هو المذهب الأصح عند الحنابلة، بل هو مذهب أكثر العلماء. ثم قال: وهو ظاهر كلام أحمد. نعم، ظاهر كلام أحمد رحمه الله، وهو الأصح في المذهب، وهو قول أكثر العلماء أن مذهب التابعي ولو كان في مسألة لا مجال للاجتهاد فيها لا يكون حجة، لا يكون حجة. ثم شرع في المذهب الثاني بقوله: خلافا لصاحب المحرر وغيره. نعم، صاحب المحرر هو مجد الدين بن تيمية الإمام المشهور، ذهب إلى هذا أن قول التابعي إذا كان في مسألة لا مدخل للقياس والاجتهاد فيها فإنه يكون حجة. قال: وغيره، هنا المؤلف يقول وغيره، يعني كالسمعاني من الشافعية الإمام المشهور صاحب القواطع، فإنه يحتج أيضا بمذهب التابعي إذا كان في مسألة لا مدخل للرأي فيها. ودليل هؤلاء هو أنهم يقولون ما دام أن التابعي وهو ثقة، الكلام في التابعي الثقة، ما دام أن التابعي الثقة العدل يقول بمسألة بحكم في مسألة لا مدخل لرأيه واجتهاده فيها، فإن هذا قطعا بالنظر إلى عدالته وثقته، قطعا هو أو ظنا عفوا ظنا هو سوف يكون عن توقيف عن الصحابي الذي عاصره وأخذ عنه. وحينئذ نقول إذا كان هذا بحسب الظاهر هو من توقيف من طرف الصحابي لذلك التلميذه لتلميذه ذلك التابعي، فإنه أيضا يدل على أنه عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي. يقولون ما دام التابعي ثقة فلن يقول شيئا من عند نفسه ويخترع على الدين اختراعا، وإنما يقوله من توقيف. توقيف من؟ قالوا توقيف شيخه الصحابي. طيب والصحابي من أين أتى به؟ فنقول من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع إلى المسألة قول الصحابي حجة فيما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني يصير مثله. مثال قول التابعي الموافق للقياس، يعني فيما هو في مسألة للاجتهاد والنظر حظ ونصيب فيها، مثال قول التابعي في الموافق للقياس قول عطاء والنخعي رحمهما الله، وهما من أئمة التابعين. قول عطاء والنخعي رحمهما الله بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فإن هذا القول منهما موافق للقياس، القياس على من حدثه دائم كمن به سلس بول، إنه يتوضأ لكل صلاة، وحينئذ قولهما موافق للقياس. ومثال قول التابعي المخالف للقياس قول الحسن البصري رحمه الله بنجاسة الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل. وذلك أن النائم المنتبه من نوم الليل أمره الشرع بأن لا يغمس يديه في الماء
قبل أن يغسلها ثلاثا كما جاء في الخبر. وحينئذ إذا غمس يده في ماء قليل فإن الحسن البصري يقول يتنجس الماء. وهذا القول بنجاسة الماء قول يخالف القياس، لأن القياس أنه لا ينجس، فإن يعني القياس أن هذا الماء لا يحكم بنجاسته لأن المؤمن لا ينجس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الرابع من الأصول المختلف فيها الاستحسان. قال الرابع وحقه أن يكون السادس، لأنه ذكر الاستصحاب وشرع من قبلنا، ثم ذكر الثالث بقوله الاستقراء، ثم ذكر مذهب الصحابي ولم يقل الرابع، ثم ذكر مذهب التابعي ولم يقل الخامس. فقوله الرابع حقه أن يكون السادس والله أعلم. قال: فصل الرابع من الأصول المختلف فيها الاستحسان. وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. هذا تعريف الاستحسان عند علماء أصول الفقه، وهو تعريف صحيح. ما ذكره المؤلف رحمه الله في تعريف الاستحسان تعريف صحيح. العدول بحكم المسألة عن نظائرها، ما يشبهها من المسائل، فنحكم فيها بحكم يخالف حكم نظائرها. لما؟ قال: لدليل شرعي، يعني لدليل شرعي اقتضى هذه المخالفة. والاستحسان يذكر من الأدلة المختلف فيها كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، وإن اشتهر نسبته إلى الحنفية، وإلا فهو كما سيأتي إن شاء الله لا يتحقق استحسان مختلف فيه على التحقيق. لكن أكثر من يستعمله من حيث الاصطلاح أي لفظ الاستحسان هم الحنفية. وهو على أنواع سبعة، الاستحسان أنواعه سبعة، وذلك بالنظر إلى الدليل الشرعي الذي اقتضى المخالفة الذي نسميه الاستحسان. الحكم الذي يقتضيه الدليل هو استحسان، ولهذا عرفناه بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل. هذا الدليل بالاستقراء وجدوه سبعة أدلة، فصارت هذه الأدلة هي أنواع الاستحسان، لأن هذا الدليل هو الموجب للاستحسان. النوع الأول هو استحسان الكتاب العزيز، ومثاله الوصية، جواز الوصية. فإن جواز الوصية يعني فيما يقوله الحنفية يقولون هو على خلاف القياس، لأنها تمليك مضاف إلى زمان زوال الملكية وهو الموت، والميت لا يملك، فكيف يملك غيره؟ هذا هو القياس. ومع ذلك جازت الوصية استحسانا، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها، من بعد وصية توصون بها. فلهذا سموه استحسان الكتاب العزيز، لأن القرآن جاء بجواز الوصية. النوع الثاني استحسان السنة المشرفة، ومثاله صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان. فإن القياس أنه لا يصح صومه، لأن الصوم إمساك وهذا لم يمسك، فينبغي أن يقال يعني أو القياس أن يقال بطل صومه ولم يأثم بنسيانه، فيكون النسيان دافعا للإثم فقط، وأما الصوم فيبطل، لأن المفسد للصوم مفسد بصورته أي بوجوده، وهذا قد وجد منه عدم الإمساك عدم الصوم لأنه أكل أو شرب.
هذا الذي يقتضيه القياس، لكن مع ذلك صح صوم من أكل أو شرب ناسيا استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث استحسان الإجماع، وذلك مثل صحة عقد الاستصناع. يأتي إلى شخص، إلى صاحب صناعة صنعة كالنجار أو الحداد، فيقول: اصنع لي بابا بطول كذا وعرض كذا مقابل 1000 درهم، هل يصح هذا؟ قالوا: القياس يقتضي أنه لا يصح، لأنه عقد على مجهول، شيء غير موجود. يذهب ذلك الشخص التاجر أو الصانع فيشتري خشبا أو حديدا ثم يبدأ ويقطعه، فهو عقد على مجهول غير موجود حال العقد. والجهالة تقتضي عدم صحة العقد، لكن مع ذلك صح عقد الاستصناع استحسانا للإجماع، إجماع الفقهاء على جوازه. النوع الرابع استحسان القياس الخفي، وذلك كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير. الطيور فيها سباع كسباع البهائم، سباع البهائم كالنمر والأسد والذئب، وسباع الطير كالصقر والنسر. فسباع سؤر سباع البهائم نجس، الباقي من الشراب من الماء إذا شرب منه أسد وغيره يكون نجسا، لكن سؤر سباع الطير يعني ماء قليل شرب منه صقر أو نسر، هل يكون طاهرا أو نجسا؟ قالوا: القياس يقتضي أنه نجس، يكون هذا الماء نجسا، لأن القياس يعني القياس الجلي هو أن نقيس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم كالأسد والنمر، هذا قياس جلي، لأن هذا حيوان وهذا حيوان. ومع ذلك فقد حكم بعض الفقهاء بطهارة سؤر سباع الطير استحسانا للقياس الخفي، رجحوه على القياس الجلي هنا، وهو أن نقيس سؤر سباع الطير على سؤر الآدمي، وهذا قياس خفي. لكن الذي رجحه أنهم يقولون أن المنقار جسم صلب لا تتخلله النجاسة، والمنقار هو الذي يباشر الماء فيحكم بطهارته. هذا الرابع. الخامس استحسان العرف، استحسان العرف مثل صحة إجارة الحمام. دخول الحمامات قديما الناس كانوا يدخلون أبنية معينة تسمى الحمامات، وهي أماكن الاغتسال، فيعطي الحمامي أي القيم على الحمام يعطيه مثلا 5 دراهم ويدخل ويغتسل بالماء ويستعمل الصابون المعد ويأخذ ذلك الماء المسخن ويمكث مدة ويخرج. القياس أنه ما يصح هذا العقد، وهو عقد إجارة لا يصح القياس لوجود الجهالة، فإن الماء الذي يستهلكه أثناء الاغتسال ما ندري كم هو، والصابون الذي يغتسل به يستعمله صابون أو سدر أو غيرهما مما يتنظف به كالأشنان، فإن ما ندري كم يأخذ من كمية. وأيضا المدة التي يبقى فيها في الحمام ما ندري، هل هي 5 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة. فالقياس أنه لا يتصح هذه الإجارة، ومع ذلك فقد صحت، حكم الفقهاء بصحتها استحسانا لأجل العرف، فإن الناس تعارفوا على هذا في الأقطار. النوع السادس استحسان الضرورة، مثاله تطهير الآباء الآبار
تطهير الآبار بالنزح منها، يعني البئر إذا وقعت فيه نجاسة ينزح منه فيطهر. القياس أن البئر لا يطهر بنزح الماء منه. لماذا؟ لأن إخراج بعض الماء لا يعني طهارة البقية، وإخراج جميع الماء محال، لأن الماء البئر يتجدد، ينبع الماء من جديد، فلا ينضب، يستمر الماء فيه. فالقياس أنه لا يطهر البئر بنزح الماء منه، ومع ذلك حكم الفقهاء بتطهير الأبار بنزح الماء منها استحسانا للضرورة، ضرورة الناس، الناس يحتاجون الآبار وقيام حياتهم على استعمالها، منها يسقون ويسقون ماشيتهم ويسقون زروعهم بها. النوع الأخير السابع هو استحسان المصلحة، مثل صحة وصية المحجور عليه لسفه أو صدقته، فإن القياس هو عدم صحة الوصية والصدقة منه. لماذا؟ لأننا ما حجرنا عليه إلا لأنه ما يحسن التصرف في ماله، ففي الوصية إهلاك لماله أو صدقة، وهو ما حجر عليه إلا لحفظ ماله، هذا القياس. ومع ذلك صحح الفقهاء تبرع المحجور عليه لسفه لمصلحة، وهي حصول الأجر والثواب له هو، وحصول الخير للفقير الذي تصدق عليه. وبهذه الأنواع فهمنا الآن ما معنى الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله: وفي القول به خلاف. الآن شرح في بيان حجية الاستحسان، الخلاف في حجية الاستحسان. فقال: وفي القول به خلاف، أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع، وبه قال أبو حنيفة. هذا المذهب الأول، يقول يعني أننا نظرنا في العبارات المنقولة عن الأئمة فوجدنا أحمد والشافعية وأبا حنيفة يطلقون القول به، أما أبو حنيفة ما يحتاج إلى تمثيل للاشتهار الاستحسان عند الحنفية رحمهم الله ورحم الله الجميع. وأما أن الإمام أحمد أطلق القول بالأخذ بالاستحسان، فلأنه قال: استحسنوا أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. انتهى كلام الإمام أحمد، فهو قال هنا استحسن أن المتيمم يتيمم لكل صلاة، ما يتيمم تيمما واحدا ويصلي به عدة صلوات، إنما يتيمم لكل صلاة، مع أن القياس أنه يتيمم للصلوات تيمما واحدا، يكفيه واحد، لأن هو بدل عنه، فالتراب بمنزلة الماء فيأخذ البدل حكم المبدل. فكما أن الوضوء يكفي لعدة صلوات حتى يحدث الإنسان، فكذلك ينبغي أن يكون التيمم، لكن مع ذلك قال استحسن أن يتيمم لكل صلاة. وأيضا قال الإمام أحمد: من غصب أرضا فزرعها من غصب أرضا فزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه النفقة. وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه النفقة. الشاهد في قوله استحسن، فهذا معنى قول، أو هذا مثال ما قاله المؤلف رحمه الله، وهو قوله أطلق أحمد القول به، أي الاحتجاج به في مواضع من كلامه. وأيضا الشافعي أطلق القول باحتجاج به، كقول الشافعي رحمه الله: أستحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهما، قال أستحسن. وقال في مسألة أخرى: أستحسن في الشفعة أن تكون ثلاثة أيام. وأيضا قال الشافعي رحمه الله: من أعطاها، أي المرأة، من أعطاها المهر بالخلوة فذاك ضرب من الاستحسان، وعمل به الشافعي رحمه الله، فيثبت بالخلوة المهر للمرأة المطلقة بمجرد الخلوة ولو لم يكن هناك
وطء ولو لم يكن هناك وطء. وأيضا مالك رحمه الله أطلق القول بالاستحسان كقوله تسعة أعشار العلم الاستحسان. إذن الأئمة الأربعة رحمهم الله أطلقوا القول بالاستحسان في مواضع. قال وأنكره غيرهم، هذا شروع في المذهب الثاني، وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعي، حتى قال من استحسن فقد شرع. يقول المذهب الثاني إنكار الاستحسان يعني أنه ليس بحجة، وهو الأشهر عن الإمام الشافعي، اشتهر هذا في كتب الأصول عن الإمام الشافعي حتى نقلت عنه المقالة المشهورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله من استحسن فقد شرع، هكذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقوله شرعه بتشديد الراء كما قال علاء الدين المرداوي رحمه الله فقد شرع، مع أنه لو قيل فقد شرع من حيث المعنى صحيح أيضا، لكن من حيث تصحيح النقل عن الشافعي أن نعرف ماذا قاله فضبطها والله أعلم فقد شرع كما قال المرداوي رحمه الله. فهذا هو المنقول عن الشافعي وعن أصحابه. لكن بعد هذا الذي ذكرناه من معنى الاستحسان لا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني أن كل الأئمة وكل العلماء يحتجون بالاستحسان، إلا أنه مجرد خلاف العبارة أن بعضهم يسميه استحسانا وبعضهم لا يسميه، كما مر معنا في الأنواع السبعة للاستحسان الحنفية يسمونه استحسانا، يصح صوم من أكل أو شرب ناسيا استحسانا، غيرهم يقولون يصح صوم من أكل أو شرب في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون الحديث فلا يأتون بكلمة استحسانا، إنما يقولون العمل بالنص. وغيرهم يقول استحسانا ويسمي استحسان النص. فالخلاف إذن في العبارة، لأن النتيجة واحدة وهي العمل بالدليل الذي اقتضى العدول بالمسألة عن نظائرها، إذ يجب العمل بالأدلة الشرعية، يجب العمل بمقتضى الأدلة الشرعية، وحينئذ يسميه بعضهم استحسانا وبعضهم لا يسميه استحسانا، هذا مجرد خلاف العبارة، فلا يتحقق على هذا التحقيق استحسان مختلف فيه والله أعلم. وأما قول الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، فيحمل على من قال قولا من عند نفسه بلا دليل، إذا قال قولا هكذا بلا دليل، ما دليلك؟ يقول هكذا أنا أقول، فهذا أمر مذموم، أمر عظيم، لأنه شرع من عند نفسه، والتشريع إنما يكون من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تعالى، فيصدق عليه قول الشافعي من استحسن فقد شرع. أما الاستحسان بالمعنى المذكور هنا وهو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي، فهذا يقول به جميع الأئمة. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.